الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبهجة الأبرار فقرأوا وادعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في كتاب. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع كتاب خزائن الخيرات، ومع الفصول التي استعرض فيها المصنف غفر الله لنا وله كثيرا من الأعمال الصالحة اليسيرة التي يضرب بها المسلم سهاما واحدة، سهاما متعددة في سهم واحد، فيقتدي فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنعم بهذا الاقتداء خيرا وبركة، ويتحصل كذلك على مزيد من الأجور والحسنات، بالإضافة إلى أن كل عمل صالح يساهم مساهمة فعالة في تزكية النفوس وتهذيبها، ويساهم أيضا مساهمة فعالة في زيادة معدلات الإيمان، باعتبار أن الإيمان كما هو قول السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. ما زال المصنف يستعرض في هذا الفصل ما يتعلق بالأذان، وقد سبق أن ذكر لنا المصنف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة، يعني صلاة واحدة، صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني لعبد واحد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، وفيه بيان هذه الأفضال وتلك الدرجات والآثار الإيجابية الطيبة على من يتمسك بهذه السنة الجميلة الجميلة، سنة أن يردد الأذان مع المؤذن، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم.
إذا فعل هذا مجملا حلت له شفاعة النبي، يعني كان أهلا لشفاعة النبي عليه صلوات الله وسلامه يوم القيامة. وأنعم وأكرم بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن من نال شفاعته كان من الناجين يوم القيامة حتما. في هذا الحديث سلوا الله لي الوسيلة، السؤال الذي يطرأ على الأذهان، الحديث لم يتضمن كيف نسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمن الذي يبين لنا كيفية أن نسأل الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الذي يبين لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فكل نبي هذه وظيفته، أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم رحمة بهم، وأن يبين لهم أيضا شر ما يعلمه لهم، فيأمرهم ويحثهم على الخير الذي يدلهم عليه، وينهاهم ويحذرهم من الشر الذي أبانه وأعلمه لهم عليهم صلوات الله وسلامه. وأجل من قام بهذا من الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد مر كثيرا علينا: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. طيب كيف نصلي عليك؟ يعني مطلوب أن نسلم ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فسألوا كيف نصلي عليك؟ قال كما نقول في أواخر التشهد ما نسميها بالصلاة الإبراهيمية، قال: قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من الصيغ المشهورة في الصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد منها أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا دلنا عليه وعلمنا إياه وفصل لنا أمره، ولا ترك شيئا من الشر إلا وحذرنا منه عليه صلوات الله وسلامه، فأمرنا تارة ونهانا وحذرنا تارة أخرى. هنا يقول: ثم سلوا الله لي الوسيلة، فكيف نسأل الله لك الوسيلة يا رسول الله؟ كأن هذا السؤال ضمنيا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام البخاري وأبو داود والترمذي عليهم جميعا رحمة الله تعالى. قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، يعني الأذان، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. إذن هذا الحديث في بيان كيف نسأل الله عز وجل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت فيها بيان الأجر والأثر الطيب المترتب على أن نسأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء، قال حين يسمع النداء، قال بعض من أهل العلم: من قال إذا سمع النداء، إذا انتهى وفرغ من سماع النداء،
احنا عارفين انه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم التعقيبية، ثم صلوا علي، فنردد الاذان ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسأل الله الوسيلة له صلى الله عليه وسلم. فسؤال الوسيلة ازاي؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب من داوم على ذلك وحافظ على ذلك؟ قال: إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وأنت ترى هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله، متوافق تماما في ختامه وفي الأجر الذي يترتب على هذه الفضيلة مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ختم بقوله: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وهنا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ختم الحديث بقوله: إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف غفر الله لنا وله حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. الله الله على هذا الأجر الجزيل الوفير. ولعلك تلحظ أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، حلت له الشفاعة، وجبت له الشفاعة، وجبت له الشفاعة، معناها إيه؟ معناها غفر له، شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فغفرت له ذنوبه. فمن قال حين يسمع النداء، هذا الذكر الذي حثنا ورغبنا وأعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما نسمع النداء نقول: وأنا أشهد، الرجل المؤذن بيختم الأذان بقول لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الأخيرة، ثم لا إله إلا الله، يقول المسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن حافظ على هذا الذكر وداوم عليه عاقبته حسنى عند الله عز وجل وأجره وفير. قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نثبت على هذا الهدي الجليل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه السنن الطيبة المباركة. وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم مغفرة الذنوب والآثام، وأن يرزقنا وإياكم الجنة أو الدرجة العالية من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين، يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار، زاد النفوس وبهجة الأبرار، فقرأوا وادعوا الله في الأسحار، نورا لنا في الدار بعد الدار. هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين، يفيد بالأخبار.